هذا الشكل النهائي للباستا بالخضار والكريمة. السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هسوي باستا بالخضار والكريمة بطريقة سهلة بسيطة، وهعطيكم برضو خيارات ثانية غير الخيارات هذه. عندي هنا معكرونية كستين، هنا عندي، وعندي لتر كريمة طبخ، وعندي بروكلي، وعندي فطر، وعندي جبنة موتزاريلا، عندي حبة بصلة صفراء مستخدمة أنا، وزبدة وثوم. البهارات هستخدم فقط فلفل أسود وملح. يلا نقول بسم الله. شوفوا، حط شوي زيت، حط شوي زيت، وحط الزبدة خليها تسيح، بعدين أوريك الخطوة اللي بعدها. خذ يا عبد الرحمن، خذ يا ماما، هذاك هو عندك. شوف الحين ذابت عندي الزبدة، الحين انزل البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تبيها تاخذ لون، تقدرون يعني برضو تقدرون ما تسوونها بدون بصل، يعني تقدرون تحطون شوية زيت والزبدة وتضيفون على طول الثوم، لكن انا احب احط لها بصلة، بصلة واحدة انا حطيت لها صفراء. وتقدرون برضو بدل البروكلي او الفطر اذا مو متوفر عندكم او ما انتم حابينه، تحطون جزرة وفلفل اخضر، تحطون ذرة، علبة ذرة حلوة، يعني عندكم خيارات. ارجع لكم انتم على حسب اللي تحبونه او المتوفر عندكم في البيت. انا هسويها بالفطر والبروكلي، رغم ان عندي واحد من عيالي ما يحب الفطر، يقول لا تحطينا بس نحط فطر، ما علي من المباراة، الباقي يحبين الفطر يعني، فبستخدم فطر. شوف الحين البصل بدا ياخذ لون عندي، هنزل الثوم. برضه الثوم ما بيتحمر بس ياخذ لون، مجرد ما ياخذ لون الثوم هنزل بالفطر. شوف احنا ننزل بالفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا غسلته وصفيت الفطر، الحين اخليه 5 دقائق او 3 دقائق، شوف على حسب النوع طبعا اللي عندكم، بعدين اوريكم خطوة اللي بعدها. شوف انا خليت الفطر 5 دقائق ده شكله، بعد 5 دقائق مع التقليب المستمر هنحط الفلفل الاسود والملح. بسم الله. الحين هنزل بالكريمه. طبعا هذه اول طبخه لي في العطله، الله يجعلها يا ربي عطله سعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين. سواء سافرتوا او ما سافرتوا، ممكن احد يقدر يسافر على حسب ظروفه او شيء يمنعه من السفر، فاستانسوا. ترى استعاده ما هي بالسفر، ولا استعادة من الداخل تبدأ، بس أن يكون سعيد بالشيء اللي عنده. ممكن أي أبسط أشياء، يعني أشياء تبسطكم، مو شرط سفر. فالحين الإنسان يسافر وما يقدر وما يكون سعيد، فأنتوا استنسوا بالأشياء الموجودة عندكم، نحمد الله على النعم اللي إحنا فيها. يا رب لك الحمد، إحنا في نعم كثيرة، بس تبي لها حمد والشكر. شوفوا نزلت الكريمة، خليها شوية تطبخ مع الفطر، بعدين أوريكم الخطوة اللي بعدها. طبعا البروكلي بسويه مع المعكرونه، بس ما اقول حصلكم معكم مع المعكرونه اوريكم الحين، بس ما احطه اول شيء مع المعكرونه، لا خليها تطبخ شويه بعدين اوريكم الخطوه اللي بعدها. مظبوط الملحه. شوفوا طبخت عندي الكريمه، الحين نحط عليها الجبن اوكي، واوخرها على النار، واحط الجدر، اسلق في المعكرونه بس بالماي وملح فقط. لو احتاجت، شوفوا انا بخلو الكمية عندي كبيرة معكرونية، فلو احتاجت ازيد من الماء حق سلق المعكرونية. خليها الحين على جنب، خلي اجهز الموية، شغل الغلاية، هجهز الموية واوريكم الخطوة اللي بعدها. شوفوا رح نحط الماء. بسم الله. هذه الوه، اللهم استعان. بس ودي ودي بعدين اشوف كان اسمه ودي، هم عشان هم راحوا بحالهم عشان كذا اختاروا الوان، ما ادري شلون. خلينا نشوف الحين
احط الملح وهنزل المكرونه. بسم الله. استوت المكرونه عندي لسه استوى، بعدين احط عليها البروكلي. ما احطها في البدايه عشان ما يصير عندي ما ينهرف، عشان ما يطول في الطبخ، فما ابغى يذوب عندي، ابغاه يكون في قرمشه اذا حطيته مع المكرونه مع الصوص الابيض حق البستة. خلينا الحين اذا استوت النص استوى او قبل يستوي بشويه يعني كده 80%، اوريكم الخطوه اللي بعدها. حلو، نحط البروكلي. شوفوا المكرونه استوت عندي 80%، شوفوا الحين هنزل عليها البروكلي. اول ما تخلص اوريكم الخطوه اللي بعدها. شوفوا خلاص استوت عندي، شوفوا بروكلي. احنا نخرج الجدر من البستة، اصفيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل هنا، بسم الله، وهدي النار. لو احتاجت مويه، انا شفت ما تكفي الكريمه، هزيد من المويه حقت المعكرونه. خلينا نشوف بعض حبكم. عارفين البستا يعني حالتها تتاكل حوالي، يعني اذا انتم هتسوون البستا وما راح تاكلونها في نفس الوقت، فانتم سووا الصوص وجهزوه خلوه، وخلوا سلق البستا بعدين، لان يعني البستا حالتها تتاكل حاره. شوفوا ما شاء الله، انا هزيد كتيرة مويه حقت البستا شوي، بس هي مو ناشفه، بس انا ابغاها تكون حطيت شيء بسيط. انا خلاص احنا خليها دقيقة، شوفوا كيف ما شاء الله عليكم، وطفي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت، يعني ما يبيلها شيء.